مشاهدينا السلام عليكم، عدنا لكم من جديد مع المثير اللي جدل ولد نجمة اللي دار واحد البوز هاد الايام بسبب اصدار الاغنيه الجديده وايضا بسبب التقليد ديالو لاصوات نسائيه في المسلسلات التركيه. اذا يعود من جديد بعد اصدار اول اغنيه ليه في الكارير ديالو اللي هي اغنيه محساده. اذا بغيو نعرفوا شنو هو الشعور ديالك اليوم بعد ما صدرت اغنيه محساد. السلام عليكم متتبعين قناة ميديا بريس، مرحبا بكم وشكرا بزاف على قبول الدعوة المرة الثانية. مرحبا ومرحبا بكم في كازا. شكرا. انا صراحة فرحان بزاف باصدار اول اغنية وكليب ديالي، يعني واحد الحاجة اللي كنت كنحلم ونطمح بها من شحال هادي وحققتها يعني، ومازال ان شاء الله جديد. هذا الشيء اللي كاين. هذا هو الشعور ديالك اليوم، فرحان عاجبك الحال. اذا كيفاش كانت الاصداء من بعد اصدار الاغنيه؟ من بعد اصدار الاغنيه صراحه لقات واحد التفاعل زوين من بعد صعود، من بعد ما طلعت معكم نتوما وتبارك الله، يعني درت لها اشهار معكم ودرت لها حتى اشهار مع قناه اعلاميه واحده اخرى، و يعني وتا الناس عجباتهم الاغنيه وغادا مازال طالعه في، يعني كتشوف ان الاغنيه نجحت ناجحه ومازال غادا طالعه ناجحه، واليوم ان شاء الله من بعد هذا اللايف غادا طلعت نجح من جديد ان شاء الله. كنتمنوا لك التوفيق. اذا ولد نجمه بزاف ديال الانتقادات اللي كنشوفوها اللي شفناها في الفيديو اللي كدير، بزاف ديال الناس ربما كيقولوا انك ما بغيتش نقول، انت عارف شنو كيقولوا يعني لما نقولوها. انا كنت كندير تقليد الاصوات النسائيه المسلسلات التركيه المدبلجه، يعني فوا اوف ايميتير ديال النسائيه، الوغ هذا كيبقى غير تقليد، واحد الحاجه كانت من قبل دابا ما بقاتش، يعني انا نقدروا نقولوا فنان يعني يلاه بادي، يعني الناس كيشوفوا من خلال الحركات والصوت النسائي اللي انا قلت انه نستغلوا حسن ما يستغلني، ولكن الناس كيحكموا على الانسان وما ما كيعرفوش. شنو هي الجمله ديال نستغلوا قبل ما يستغلني؟ فاش ممكن صوتك يستغلك؟ فاش ممكن صوتي يستغلني؟ يعني غادي يستغلني قدام الناس، انا قلت انه غيستغلني قدام الناس، يعني ناس هذا صافي، هذا راه مبنت، هذا راه مثلي، هذا راه قلتي ان الهضره عليا اللهم ندير نقل هذا الصوت نستغله في شي حاجه اللي غتفيد. بما انه يعني حبا الهوايه ديالي، يعني كنشوف راسي يعني من كندير فيديوهات وندير فيهم صوتي نسائي ونلعب ديك الشخصيه كما هي راه واخا. شنو كتشوف ان الفن يعني قد يوصلك فين انت باغي؟ كتشوف ان الفن في المغرب عندنا كيوكل الخبز كيف ما كنقول؟ يعني الى خدمت وعطيت ودرت شي حاجه نقيه، يعني كما درت داك الكليب والاغنيه كامله نقيه وكلمات زوينين وعجبوا، وقليل اللي قال لك ان كلمات ما زوينينش اولا بدا كينتقدهم بكلام ساقط راه غيكون غير كيكذب على راسه. يعني بغيت نوصل حتى انا نوصل لك داكشي اللي وصل لي كاي فنان مشهور او معروف في الساحه الفنيه. اذا من بعد ما ان شاء الله تولي مشهور واش عندك هاد الفكره انك تغني في الحانات الليليه او لا؟ غنغني في حفلات ليليه، نكون ضيف من ضيوف سهرات فنيه، مهرجانات الى اخره. اذا كتشوف انا عندك مستقبل في الفن؟ عندي مستقبل و زي يعني شنو كنقولوا لها مستقبل كبير، مستقبل كبير في الفن ان شاء الله. حيت انا نقدر نقول انه قاسيت وعانيت باش سجلت هذا الكليب وهذه الاغنيه. بغينا نعرفوا هذه المعاناه. نعرفوا المعاناه. مرحبا. نعطيك مثال انه انا اتصلت بزاف ديال الاستوديوات، مشيت بزاف ديال الاستوديوات باش نسجل فيهم في تطوان هنا في كازا. تطوان غاليين يعني تما في الشمال غاليين، مشيت لواحد الاستوديو باش نسجل فيه وعطيته كاع تصبيق، وشنو هذاك الاستوديو شاف الحركات ديالي، يعني ملي شافني انه كندير دوك الحركات بدا كيهضر معايا على داكشي ديال الميول الشذوذ الجنسي، فهمتي؟ يعني الوغ يعني انا مشيت انا سيدي انا جيت عندك باش نسجل، يعني نعطيك الفلوس ونسجل عندك، يعني ما جيتش باش تسجل لي فابور او
يعني كانت ردة الفعل ديالي ما رجعتش عند داك الاستوديو، يعني كيتواصل معايا، نقدر نوريك كونفرساسيون باقي عندي في واتساب وداك الشيء، كيتواصل معايا في واتساب على داك الشيء ديال مثلية. يعني انت ما عجبكش الحال بهذا التصرف، شنو معاناة اخرى اللي عانيتي؟ يعني منين جبتي الفلوس ديال هذا الكليب؟ خدمة، يعني الخدمة اللي خدام فيها تقاتلت باش صورت هذا الكليب، يعني واخا طلع ليا شوية، طلع رخيص وغالي، ولكن شوية بشوية كتطور يعني ان شاء الله. اذا شنو هما الجديد ديالك ان شاء الله لا. من غير تقليد الاصوات غتستمر فيه او لا؟ تقليد الاصوات حاليا اش غنقول لك، بالنسبة للعائلة ديالي او للدار يعني عجبهم هذا الشيء، يعني عجبهم انه درت ندير البوم ديالي من الاحسن نستمر فيه. تقليد الاصوات النسائيه الى اتصل، يعني نبقى نحط نشارك مع الناس، لا الى اتصلت بيا شي شركه ديال مثلا دبلاجه معروفه بحال اللي كتشارك مع ام بي سي 5 اللي كيديروا الدبلاجه او لا دوزام، نتلاقى مع شي شخصيه بصوت نسائي ما عنديش مشكل، ممكن يعني يسمعوا الناس صوتي حتى انا في التلفازه المغربيه. هذا ما كان. علاش ما تحاولش تمشي دير دي كاستينغ ديال الاصوات؟ دي كاستينغ غاليين، كيديروا دي كاستينغ مثلا نذكروا الاسماء ديالهم. لا بلاش. اللي كيديروا دي كاستينغ في بليك ان وداك الشيء، كيديروا واحد الكاستينغ ب 800 درهم، وكاين بزاف ديال الشباب وبزاف ديال الدراري كنعرفهم عندهم اصوات كيديروا الدبلاجه، ولكن داك الكاستين كيتقام عليهم غالي. الوغ علاش ما نعاونوش دوك الشباب نتوما واصلين؟ يعني كتخلصوا من داك الشيء، كتخلصوا من داك المسلسل اللي كدبلجوا، علاش ما تعاونوش دوك الشباب حتى هما يوصلوا الصوت ديالهم وتعطيهم داك الدبلوم واخا غير بواحد الثمن اللي هابط شويه، ولكن 800 درهم 900 درهم راه قاصحه. قلتي انك خدام، الناس كيسولوا في التعاليق شنو هي الخدمه ديالك؟ ما نذكرش الاسم ديال سميتو، خدام في ريستورون جابوني ديال لي سوشي. السوشي. اذا اللي عنده شي سؤال وبغى يطرحه بغى يتعرف على عبد الحق الاسم ديالك. بالنسبه للناس اللي بغاو يعني اللي بغى يشوف الكليب ديالي او الاغنيه ديالي، كاينه في الفيسبوك حطيتها فيها في الحساب الرسمي ديالي ولد نجمه، غير بالعربيه ولد نجمه، سميتها المحساده، ولا يمكن لهم حتى هما يدخلوا عندي القناه الرسميه ديالي في يوتيوب ولد نجمه المحساده. اذا ان شاء الله شنو هو الطموح ديالك مستقبل؟ نوصل حتى انا نوصل حتى انا، ما كرهتش حتى انا يعني يطلع لي هذا الكليب ويطلع لي القناه ديالي، ونوعدهم بكليب اخر، وانا دابا خدام على كلمات وحدين اخرين، اغنيه اخرى ان شاء الله باش نخدم عليها في الكليب الجاي، غيكون كليب خطير وما غيتصورش هنا في كازا، نقدر نصوره في شي مناظر في شي مدينه اخرى، مثلا كاين مراكش، اوريكا، في شلالات اوزو، شي حاجه نعطي نبين المغاربه، ويكون كليب عالمي يعني نبين شي حاجه ديال المغرب. واخا شكون هو القدوه ديالك في الفنانين؟ شكون اللي كيعجبك صوته ومتاثر به؟ بالنسبه لي انا الاصوات نعطي احسن صوت، احسن صوت مغربي في العالم العربي كامل هي دنيا باطمه وسعد المجرد. ولكن الفنان اللي كيعجبني هو زكريا الغفولي. كيعجبك زكريا غفولي؟ زكريا غفولي كيعجبوني الستيل ديالو، الاغاني ديالو، الكلمات ديالو الى اخره، يعني حتى هو راه خدم ودمر على باش وصل لداك الشيء اللي وصل ليه دابا. تبغي حتى انت تكون بحالو والاغاني ديالك كيوصل؟ يكون حتى انا بحالو، حتى انا ندير معاه اعمال فنيه، علاش لا؟ دير معاه ديو؟ مرحبا، علاش لا ان شاء الله. شنو الكلمه اللي تبغي توجه لي من انا زعما ما نقولش لي راه اللي بغيت ندير معاك ديا، ان شاء الله نوصل حتى انا لذاك الشيء اللي وصلتي ليه، ونوصل للمقام اللي وصلتي ليه، المقام ونخدم معاه، علاش لا. اذا كلمه الناس اللي كينتقدوا. بالنسبه للناس في الانترفيو الاولى اللي درت معاكم كان بزاف بصفه عامه ديجا يعني، ولكن هذه كانت اكثر يعني، حتى تقريبا 2 مليون ديال المشاهده في اللايف. الوغ انا هذيك الانتقادات كامله اللي قلته ما غاديش نقول انه غادي تعلمني، حيت لا علاقه دوك الانتقادات اللي درتو، ما غاديش نقول انه راه غتعلمني باش نزيد القدام، انا عارف غادي نزيد القدام مع الناس اللي عاجبهم هادشي اللي كندير، يعني يعني هذيك الهضره كتبقى دابا انت الانتقادات واش كيزيدوا يقويوك ولا كيضعفوك؟ كيزيدوا يقويوني. ولكن علاش حبستي تقليد الاصوات؟ قلتي لي حبسوا بسبب الانتقادات.
حبس تقليد الاصوات النسائيه، حيت انا الا جيت نحط باش ندير الاصوات النساء ندير فيديوهات في الشان يوتيوب وندير مثلا شي مشهد كيدوز في دوزام قبل العرض ما غاديش نتخلص عليه، ما غاديش نتخلص عليه وفيه الكوبي رايت. الوغ حتى انا باش درت الكليب باش سجلت الكليب ديالي وحطيته في شان جديده حيت انا مشيت حطيته في داك الشان اللي طالعه غادي غادي عندي كوبي رايت يوتيوب الا جات تشوف تحقيق الدخل وداكشي غادي يرجعوا الفيديوهات القدام ما غاديش شي يعني قلتي نستافد ندير شي حاجه نستافد ومن دوك الفلوس اللي غادي من داكشي اللي غنستافد منه غادي نقدر نصور به كليبات اخرين اعمال اخرين نقدر كاع نوصل حتى انا لداكشي اللي وصلوا ليه الفنانه ونعاون حتى انا بزاف ديال الشباب اللي مازال. اذا انت لو وصلتي غتعاون الناس اللي عاد بعد علاش لكن بزاف الشباب بزاف دراري كي صوتهم كاع احسن مني انا وكان وكيستحقوا انهم يبانوا وخايف كيكونوا خايفين حتى هما وخايفين يعني من انتقادات وردود الافعال ديال الناس. اذا كلمه اخيره للجمهور اللي كيتابعنا الان. كلمه اخيره شكرا بزاف للناس اللي تابعونا وبغيت غير نقول للناس انه انا ماشي بحال حيت كاين بزاف ديال اليوتيوبرز اللي طلعوا دابا اللي طالعين هما غير يوتيوبرز طالعين نذكر الاسماء ديالهم لا بلاش من الاحسن تذكر حيت عادي عادي معروفين كاع الناس عارفينهم ماشي غير اللي جا بغى يقول لك انا كنغني الراب انا راه رابور انا راه كنغني الشعبي الوغ لا كلمات لا هذاك الشيء كيتقاد غير في لوطوتين ديال الاستوديو يعني وكيوصلوا لمليون مشاهده كيطلعوا لهم في طوندونس الاكسبلور طوندونس المغربي يعني انا راه احسن منهم بألف درجه وغنقول لهم شكرا بزاف على المتابعه وتحيه كبيره لجميع متتبعين المنبر الاعلامي ميديا بريس. شكرا ونختمها بشي اغنيه. مرحبا اغنيه ديالي وبلا ما تبقى تهدر على فراقي ما تقدر يا شعلتي في قلبك يا وشحال قدي نصبر وجهدي غادي سالي سباب الحبيب الغالي اللي كنتي تقولي ديالي مالي انا على حالي والصبر اليوم تقيدة غنخلق السعادة غنبلوكي المحسدة وغنبلوكي المحسدة والصبر اليوم تقيدة وغنخلق السعادة غنبلوكي المحسدة وغنبلوكي المحسدة. شكرا كنتمنوا لك التوفيق ولد نجمه اللي بغى يتصنت لها الاغنيه يدخل لقناه ولد نجمه على اليوتيوب وايضا على الفيسبوك ولد نجمه باللغه العربيه. مشاهدينا كنشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.